أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 من 10 مليون دولار خلال عام 2023، ذلك مقابل 2.9 من 10 مليون دولار خلال عام 2022. وأكد الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من أذربيجان بلغت 328.1 من 10 ألف دولار خلال عام 2023 مقابل 507 ألف دولار خلال عام 2022. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 362.8 من 10 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ 3.41 مليون دولار خلال عام 2022. بحثت مصر وروسيا إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر. جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي عقدها وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع المسؤولين بدولة روسيا الاتحادية وكبريات الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصرية، ذلك على هامش مشاركته بفعالية الدورة 27 لمنتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي. أكدت الحكومة أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة أفريقيا والسادس عالميا في هذا المجال، كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج أسماك البلطي. وقال وزير الزراعة السيد القصير أن هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الإنتاج. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا موسى درامي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبك بلس وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريبا. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 31% إلى 79.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 75.53 دولار. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.5% لتصل إلى 2.35 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.44% لتسجل 2.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة تقدر ب 4% في شهر مايو على أساس شهري وبنحو 4% على أساس سنوي، ليسجل 68.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. هذا ويمثل الاحتياطي الأجنبي ما نسبته 75% من إجمالي الدين العام لقطر، ويلبي الاحتياجات التمويلية من الواردات السلعية لما يزيد عن 25 شهرا.